السلام عليكم ونصبحكم ونمسيكم بالخير مع مقاطع من العزبة حتى نتذكر الربيع في سنة 2021. ما شاء الله الأجواء كانت ممتازة وإن شاء الله تظل ممتازة، يعني جتنا أمطار وجتنا سيول وجانا خير من الله، فضل من الله، نسأل الله أن يطرح فيها البركة إن شاء الله بشكل عام. نستغل وقتنا إذا كان الجو بارد بشتاء بالشاليه، فضل من الله، لكن الغالب يفرح بجلسة بيت الشعر، لأن جلسة بيت الشعر على قولتهم غير. ميزة هالبر أنك تحصل كل شيء، يعني يجونك ناس على خيل، يجونك منه اللي يحب الهواية الطيران نفس الطيران هذا، الدراجات بشكل عام. هذا الشاليه يعني أجواءها صراحة واحد يفرح فيها في فترة الشتاء إذا كانت أمطار وخير. نمسيكم بالخير. هذا الشاليه إذا جت أمطار عندنا وخير من باب التغيير نجيب الشاليه. الأجواء أنا أعطيكم عدة مقاطع على أجواء البرية حرص أنها تكون للذكرى، يعني على الأقل تذكرها إن شاء الله، لأن الأجواء البرية صراحة الواحد يفرح فيها، خاصة من قاعدة بيت شعر ورمث وأجواء صراحة ممتازة. أكثر رجاجيل الحريم دمع غالي لا يطيح مبطي تجاوز نلبكي يا عيني دموعك لمن ما كنت برضى بالسكوت بكثر ما ودي أصيح صعبه وأنا في هالعمر يتحمل أوجاعي جفن إنسان ما عندي عصا موسى ولا روح المسيح وإني أمر بهالحياة أقول ما فيها حزن ما أملك جناح يطير أرقابها الكون الفسيح لكن لقيت من الشعر لا ضقت من ثوبي وطن خذيت فيه من الحسن قلت القبيحة يا قبيح مشاعري ما تشتهي إلا من الشيء الحسن معرض عن أعراض البشر صديت عن كل المديح من باب لا بكرة أقول إن الشعر غلطة زمن لأني وصلت المرحلة جدا مع نفسي صريح مشاعري وأولابها من ناس لا حبت تمن أغلب علاقات البشر تقديرها ما هو صحيح لأهل القلوب الصافية ما عندهم صافي لبن يا ليتهم ما علمونا الفقد حتى نستريح يا ليتهم مثل الابن لا فرقت قامت تحن الله الله يا ليتهم ما علمونا الفقد حتى نستريح يا ليتهم مثل الابن لا فرقت قامت تحن هنا ينابيع انشفت عن قلبي المليان شيح واهل القلوب والكفوف المورقه يا عين ما مدوا غصن من سيره الحب وهله في صدري بنادم جريح للوقت يسمح لي
والأحبابي مثل جنة عدن. الله الله الله، صح لسانك.